عاوديني من الاول عاوديني من الاول عاوديني عاوديني من الاول كي طالك خاص تقولي لي الدراسه باعوكم شحال باش تباعيتي؟ انا خويا باعوني 3 مليون. 3 مليون باش باعوك كي درتي تعرف السمساره؟ ما انا كنعرف ختها، انا صاحبه ختها وختها هي بنت بوزنيقه وصاحبه بنت عمي، تعرفت عليهم قالت لي راه اختي اش كاين اش كاين، هي هضرات معايا شخصيا قالت لي اختي انا راه غير بقيتي فيا وحقنتي يتيمه وهادي، قلت لها مرحبا، وهي تقول لي المهم انا هادشي راه غير لله في سبيل الله وداك الشيء، وهي ومتى جيت لهنا اكتشفت بان السيد راه عنده 65 عام، قالت لي عنده 55 ولقيت عنده 65 ولقيت عنده سيدي، قالت لي راه الكاعط غادي توصلي ديريه، هو الكاعط موقف عارفه هي الكاعط محبوس وجايباني. نعم. باش ندير لاكت وهو لاكت محبوس، يعني كيف عانيت 5 شهور وانا كنعاني وكنقاسي معاهم، في الاخر قلت لها راه غنمشي للبوليس، قلت لها غنقتل راسي وغنقتلو جوج الحوايج، لان ما تفليش عليا انت اللي تفليتي عليا وجبتيني طقت بلا لاكت ديالي. هنا في تركيا هادشي، هنا في تركيا. في تركيا وهي عارفه هادشي كله جابني. ومن الاخر عاد كنشوف بان السيده شاده الفلوس اللي عطيتها 6 مليون هو. ثلاثة باش بعتك انت. ثلاثة باش بعتك قلت عليها الله وحسبي الله ونعم الوكيل فيها وكلهم، وهنا ولات اخويا اللي عرفت جوج كلمات بالتركي ولات عندك الرقم ديال التليفون ديالها اختي العزيزة. عندي جيراتي وناخذوك من عنده وغنصيفطو لك الواتساب اللي عندك، هاد النمرة في الواتساب. يا ريت تكون عطيتيها لي دابا تصوني عليها دابا، راه شوف خصها السمسارة تيدوزو هاد الاسبوع الجحيم. انا قسما بالله الا شوف انا نلقيت تليفوني الا كانت باقا غير باقا صاحبي، انا نحيتها بلوكيتها وحيتها، مي ما عرفتش نقول لك زعما كرفات لي واحد الكرفيصه ما نقولش لك، وفي الاخر كنكتشف راسي انا تبعت وتشريت. لا اله الا الله. انا تباعيت تباعيت وقف ما رضيتش وقلت علاش غدير لي هكا، قالت لي لا السيد مزيان وهادي وعارفه الكارت ما كاينش بعدا اوغوز ما كيديروش هما لاكت هنايا، وقالت لي لا غيديروا بالفلوس وغير صبري وهادي، وفي الاخر طقت حاجه ما كاينه حتى ما داروا لي الكارت حتى شحبني 5 شهور وانا كنبكي بغيت نرجع ما قدرتش، بغيت نزيد القدام عام المهم عام. الوراق دابا سي دابا صايب ليا مني وقفت عليا هي، قلت لها جوج الحوايج، قلت لها غنقتلو هو ونقتل راسي غنجي عندك انت ندير لك شي جريمه حتى الا ما وقفتوش معايا في هادشي. مشيت لها البارح جايباني باش نتزوج وهي انت تقول لي رجعي للمغرب، انا غنرجعش 5 شهور دابا عندي عائلتي. واش دابا هاد السمسرات كثار بزاف هنايا ولا شاتش؟ وما كيحكموش، قلت لك قسما بالله تعلمت الهضره بالتركيه كدير طاجر في البنات البلاد وكيكذبوا عليهم كما قلتي كتجيبو، اما تلقاه معاق اما تلقاه حماق اما تلقاه سيكياط اما تلقى اي حاجه كتلقاه عنده، ما كتلقاش داك الشيء اللي قالت لك هي راه كاين فيه، يعني كيديروا لك الارض جنه راه كاين وكاين 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 وكاين. ها واحد السيده دابا صاحبتي قسما بالله الا مسكينه كتعاني، تخيل ديري ليها الجي بي اس والتليفون، الناس راجلها كيتجسوا عليها، ما خصهاش تهدر ما خصهاش تخرج، يعني بغات ترجع للبلاد وما بقاتش عارفه كيفاش دير وحلت. هاي دابا حاليا يلاه هضرت معاها غير دابا راه وحلت مسكينه هنايا، شحال باش باعوها هي؟ باعوها حتى هي يمكن واقيلا شي شهور ولا جوج ميم با. العصابه اللي جابتك ولا عصابه اخرى؟ نفسها اللي جابتني انا جابتها هي، وجابت وحده اخرى بنت خالتي. هاد 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 شوفي لي النمره ديال هاد ديال هاد المسخوطه هادي دابا نيت هاد. صافي انا تنقلب في التليفون غير صبر عليا، راني تنقلب الى جيت فيها ما غنصيفطها لك دابا نيت راجلي في الجامع. كون انا نبقى معاك في الخط شوفي كيف تجبدي لي النمره. انا تنقلب عليها. شوفي 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 يا اخوان، رجاء بغيت كل شيء انه يبارطاجي رجاء اخوان. اللي تخيل دابا شنو داروا، داروا قالت لك حكا غادي يديروا مكتب باش يزوروا الكواط ويزوروا داك الشيء ويجيبوا البنات، وحنا بغاو يديروا دابا مكتب كاع دابا. اه يديروا مكتب هنايا باش تولي هي تجيب البنات اسيدي وتزوجوا. عطيني النمره عطيني النمره ديال هذه هذه دابا نزربوا عليها. لحظه قلبي تكونسونطري نخليكم. اذا اخواني لحظه وسنعود، بقوا معنا بارطاجيو. الله يرضي عليكم هذا الضيف، بغيت انه يوصل لكل مسؤول، بغيت يوصل لكل مسؤول. اصاحبي طلع هادشي لان حنا كنعانيو هنا، انا كنقول لك تحتي هو والبنات، كاينين البنات راه تاخذ. اذا حتى هو تعرض للنصب دابا، هذا اللي جوجك حتى هو تعرض للنصب، قالوا له راه تيتباعوا البنات راه عندنا الفلوس نمشيو نشريوها. خويا كيعطي واحد الفكره خاطئه للمغربيات بان المغربيات غيتسخروا. دوزي اعطيني النمره اعطيني النمره تاع هذه المصيبه هذه، لان هذه راه خاصها توقف دابا هذه. عطيني النمره ديال هذه. دابا لحظة وسنعود.
يا الاخوان هذه اللحظات نتمنى كل واحد يبارطاجي بارطاجي باش ان بغيت هذا الشيء وصل للمسؤولين نوقفوا هذا النزيف كما كتشوف ولا تنهضروا في 20 ب 20 بحال تنشوف في النعاس شوف العرض والشرف ديال بناتنا اغلى ما يكون شوف واش اتصل هذا الشيء بي الو الو لا بس الحمد لله صحت عليك الخير بارك الله فيك شكرا لا مريم ربما متبعة معنا اللايف متبعة اللايف وعندي مداخلة بغيت نهضر واحد المداخلة تفضلي انا عايشة من طنجة يعني ساكن في المغرب من طنجة من طنجة انا قديمة مجوجة هنايا ولكن انا صراحة جوت في المغرب عقد مغربي جيت هنا عند عقد تركي تقريبا 15 عام والراجل تزوج به في المغرب انا اللي قلت له يجينا المغرب نتزوجوا بالمغرب حنا الدوله ديالنا الحمد لله فيها القانون وفيها العدل فيها كل شيء علاش اللي غادي نجي نتزوج هنا ولا علاش اللي نهز الباليزه ديالي ونجي انا عند تركي مالو هو رجلو محنيا كيما هو في المغرب والله اخي لا عيت ما نصح البنات اقسم بالله انا كنت كنصحهم على الفيسبوك وجاو عندي ناس نضحت عارفيني مجوجه بتركي وجاو سقطوني وما باغين يجيونا كنقول لهم وير اياك وهيك ترد بنتك لتركيا تعمل العقد في تركيا جي يعمل هو يجي علاش هو ما يجيش هو يجي يعمل مع بنتك العقد هنا علاش كترد بنتك ما تجيش معاك تما ما كتفاجئ بني هذوك الناس راه تنصب عليهم راه بنتها تشردت راه بنتها تقتلت راه بنتها بزاف الحاجات واخا كنعياو ونصحو في المغربيات كيبقاو فينا وكنعياو ونصحو ولكن حتى واحد ما كيسمع لك هذه هي مشكله واخا كتنصح ما كيسمعو الناس شحال من عام وجدتي اختي هنايا انا مجوزه من 2004 كنت مقرره انا من راجلي قلت له غادي تكون في طنجه جيني بغيتي تزوج بيا تكون معايا هنا ولكن وقعوا لي الظروف اللي خلوني نرجع لتركيا رجعت انا لتركيا في 2010 انتي واش جيتي عاديه ولا تنتي تعرضتي للعصابه باعوا فيك وشراو لا ما نقدرش نخلي العصابة تبيع فيا وتشري على مالي انا ربي خلقني بالعقل انا عندي العقل اللي كنخدمو ما يمكنش تبيع راسك انت ضروري راه مادام ربي راه عطانا العقل خصنا نخدمو عقلنا علاش غير كنت عام وانت هنايا في تركيا انا قلت لك مجوجة من 2004 شنو الرسالة بغيت تقولي للمغربيات اللي راهم مازال تيتواصلوا مع البعض وما ما تخبرهمش فين راهم السمسارات النصيحة ايوه دابا هنايا في تركيا الاقامة ممنوعة ممنوع انك تزوج هنايا الاقامه ممنوعه ما يمكنش تجي تزوج هنايا اي وحده بغات تزوج بتركيا تهبطوا للمغرب راه عندنا القانون ديالنا حتى حنايا راه عندنا العدول عندنا المحاكم علاش كتجيب لنا هنا علاش كتجي دائما كنهضروا على هذا الشيء راه هنا ما نهضروا عليه وانا دازوا عليا الناس اللي شفتهم هنا تعذبوا قالوا عليا وقالوا في داري الناس تعذبوا نعم وكان عليا ما ننصح مي كنطلع على الفيسبوك ونقول لهم او كنتكلم مع شي وحده بيت كيردوا عليا انت اش كتعملي تما اي دابا راه ولاو عندهم عصابه دايرين في التيك توك غير تجي تقولي لهم ديروا عقلكم داير هاد السمسره دايرين عصابه في التيك توك تيهاجموا اي واحد بغى يقول وقفوا هاد الناس والمشكله واخا كتواصل مع الضحيه نيت كتقول لها راه ما تجيش راه شنو كاين هنا شنو كتقول لك انت علاش عايشه تما وكتجي واخا شوف انا في المغرب اقسم لك يمينا في المغرب نصحت البنات وجاو لهنا وتكرفصوا في وسط في المغرب باقي ما جاوش لهنا راه ما كاينش الجواج راه كيجيبوهم كيضحكوا عليهم رانا قديمه هنا وكنعرف هذا الشيء اللي كاين انا كنت كنمشي ونجي لتركيا كان تركيا باقي ما كاينش فيها اصلا مغربيات في 2004 2005 فين المغربيات كانوا في تركيا كنجي دوره كنرجع بحال من بلادي ولكن هكا كتنصحهم كتشبرهم كتنصحهم كتهضر معاها وتنصحها ما كاينش اللي كيسمع لك ما كاينش اللي كيسمع لك يعني هذا الشيء واحد القضيه انا كانت عجبتني كنت بغيت ندخل سوريا في 2010 كنت ما عنديش عمري 35 عام مشيت ندخل سوريا انا وراجلي هو كان في واحد المطار وانا في واحد المطار فين كنوزو الكونترول باسبور شبروني البوليس ديال سوريا قالوا لي ديك الساعه ما كانش في الحرب قالوا لي انت ممنوعه انك تكون سوريا قلت له علاش انا ممنوعه اش عامله قال لي حيت ما في عمرك 35 عام والمالك ديالكم مانع البنت قبل من 35 عام تدخل قلت له علاش شنو السبب قال لي كيتزوجوا هنا بلا عقود نعم وهاد القضيه هذه يا ريت لو كانت بقى هنا تجي البنت كبيره تربى عقلها كتعرف اش كتعمل
ما تجيش هكا مشكله. هي البنات صغارين، انا ما عرفتي كيفاش كيجوزوا في المطار 17 عام، يا 17 عام وكيلا راه ممنوع تجوز في المطار. نعم. كيفاش كتجوز البنت 17 عام؟ وكاينه وحده 16 عام انا تعرفت عليها غير هكا 16 عام في اسطنبول، كيف تزوجت 16 عام؟ كيفاش هذه راه باقي طفله، كيفاش جات من تركيا وتزوجت؟ نعم اختي. الحل غادي تكون بالإمام، يعني ماشي بالعقد، العقد هنا في تركيا راه خصك تكون عندك عمرك 18 عام. دابا المشكل هو ان في هذا القانون دابا ان القصير دابا هذوك الجاريه اللي كانت تطلب باش كل يدير باسبور، ولكن للاسف الشديد حنا في مشكل دابا ديال الاشتغال. مشكل هذا كل بنت تعمل باسبور راه غلطه كبيره، ما عرفتش انا ما فهماش والله، بعد النوبات كتبقى تفكر شتي دابا هذه القضيه ما بقى انا متبعه هادشي هذا، شتي القضيه الزنزال وداك الشيء اللي عشناه راه نسيتو، دابا هادشي اللي كنشوف في السمسار حتى شي راه مرضنا والله. ما تقول هادشي على بلادك وعلى بنات بلادك، ما كتبغيش. لا اله الا الله، دابا انتم بولادكم كلشي كي كيبان كي كتحسوا في الشارع. علاش تجيبوا دابا المشكل كون غير تيسجلوا راسهم في القنصليه غير نعرفهم شحال كاين هنا. هنايا واخا كتجي كتعمل العقد ديالك في المغرب، اول حاجه كتجي ملي كتمشي للقنصليه كيجبروا لك لاكار ديالك وديال راجلك يسجلوك، يعني من ناحيه القانون الناس تسيب القانون على القنصليه راه ما كاينش داك الشيء، راه غير كذوب. نعم. اوراقنا كناخذو من هنايا انا ولدي بالجنسيه ديالو وصحاباتي عملوا لولادهم الجنسيه وكياخذوا البواغ ديالهم، الناس ما تكذبش على القنصليه. بعد منهم كيطلعوا كيقول لك راه ما كاين والو، الا دابا ما كاين والو تحمل المسؤوليه ديالك لانك انت اللي جيتي مجان واحد البلاد تجوج على انت ما عندكش بلادك وتعمل فيها القوانين ديالك، عندك بلادك هو يجي عندك. ما تطلعش انت ما تهزيش شنطتك وتجي عنده، هو يهز الشنطه ديالو ويجي عندك يتزوج بك. وهذه هي المراه اللي عرفنا احنا بالاعراف والتقاليد، الراجل تجيب شي خطب. تجيب شي خطب، ما كنعرفش انا المراه تهز باليسه وتجي عند الراجل، انا هذه ما كنعرفهاش. عندك تجيب تجي هو انتينا اللي تجين عنده وبلا اب بلا ام بلا حتى شي حاجه، هزت شنطتك ومجا كتجري، واول حاجه كتعملها تبدا في الولده. علاش؟ سي هما سولتهم انا على هاد الولاده، تيقول لك بانهما تيتعمدوا باش يتولد معاه باش ما تقدرش، صافي ما عندهاش الحق ترجع للمغرب بلا دري، والام المغربيه مسكينه كتكون عندها. شوف المراه ما تسلمش راسها للراجل حتى تعمل القوانين ديالها، جات هنايا طاحت في مشكله طلع وتعاود وتعمل العقد ديالها. العقد ضروري. شكرا للراي ديالك يحترم والله يجمع الشمل ديالكم، ولا نعمم فتحيه للشريفات والشرفاء وبناتنا اللي تنفتخروا بهم، وهذه رساله للبعض، هذه رساله للبعض هنايا في تركيا، والغايه ان تنتمناو من السلطات تشد ايقاع القبض، لا السلطات المغربيه ولا السلطات التركيه توقف هذا النزيف. ضروري حتى بلاد اللي في المغرب كنتمناو ما يتقفوش في نفس الغلطه، يستافدوا من هذا الشيء هذا، كنتمنى الناس تستافد من هذا الشيء اللي وقع ومن هذا الشيء اللي تصبح هكا. شكرا لالا. اذا اخي المتتبع الكريم، من بعد ما اننا اتصلنا مع مجموعه ديال النساء التي تعتبر ان رؤوس الحرب هنايا، ولكن العدد نشوفوا اتصال من المغرب. اتصال من المغرب. الو. الو السلام عليكم. السلام اختي. خويا سامي معاك. عاودي ما سمعتكش. الو. كنت اتصلت بك قبيلات قلت لك غنعيط. حتى دابا راه كيعلم مباشر اختي العزيزه، كما نعيط لك ربما تجي في الواتساب، غتصوني في التليفون، صوني في الواتساب حسن لك. انت من المغرب؟ ما هاد المرا ما فيهاش واتساب. اه قولي لي بزربه شنو الرساله بغيت تقولي، واش كنتي انت هنا ورجعتي؟ اه كنت هنا، يعني انا ما قاريش مزيان، يمكن تصيفط ليا في هاد المرا ديال الواتساب ونكون عندك. حاول عافاك اخويا اتصل بهاد المرا مسكينه في الواتساب، هذه ضحيه اللي تستغلت هنا ورجعت للمغرب وبغات حتى هي ربما غادي عندها راي، غادي نتصلوا مع سيده عاشرت وراءت وعينت مجموعه ديال الخرقات، لاله خديجه فاعله ومثيره.
الاخيره للجدال خديجه هي اللي تصدات المجموعه ديال السماسره رغم التهديد اللي كانت تتواصل به. خديجه اقسمت بالله بان ما غاديش تراجع. خديجه ربما غادي تفجر مواضيع اللي ربما غادي تشوف صحتك بكثرة الغرابه والاستهتار اللي ولات يوقع لبناتنا. سلام لاله خديجه. وعليكم السلام استاذ حميد. بخير اختي، صحه لاباس، كلشي بخير الحمد لله. كدير بخير الله يحفظك اختي خديجه. غادي نخليك مع خوتك المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، اش كيوقع في هذه البلاد خديجه في البيع والشراء، وانت براسك عاينتي يا خديجه ودخلتي وغوتي وتبعبحتي وتواصلتي، ولكن لا اذن لمن تنادي. تفضلي اختي خديجه. السلام عليكم. اول حاجه انا من الناس اللي حافظ الطائره ديال السمسار، ديال السمسارات المتجرأة. نعم تفضل. وانا كنهضر في هذا الشيء، يعني لا حياه لمن تنادي، ما كاينش يد مساعده، الاهمال بزاف هذا الشيء، الاهمال. كنتمنى من السلطات المغربيه انها تدير شي حل لهذه الظاهره هذه. البنات كيجيو هنايا كل اللي عارفه وكل اللي ما عارفاش، وماشي كلشي جا على طريق السمسارات. نعم كاين كتب، كاين اللي جات على طريق السمساره، وكاين اللي جات بالعز وبشرفها. نعم معزه مكرمه. اما هذوك اللي جات كتجي هي اصلا على طريق السمساره، كتلقى راجلها اما كبير في السن كتعرض للتهديد من طرف عائلته على اساس الارث، اولا كتلقاه يعني مسطي مريض نفساني، اولا كيجيبوها كتعرض للضغط من طرف عائلته، كتكون مضغوطه. ملي كتبغي ترجع وكتراجع شنو السمساره كتهددها، ما عندكش حق تمشي، غنديروا لك غنفعلوا لك، كيضطروا ما يصوبوش ليها الوراق. كتبقى كاين اللي ما كتزوج بلا زواج قانوني، كيديروا لها زواج شيخ، كيجيبوا لها امام كيقرا الفاتحه صافي، كل كيضحكوا عليها مسكينه كتقول لها هذا هو الزواج ديالك. كاين هذاك اللي تيدير الفاتحه براسو جايبين له قصيره عندها 17 عام. كاينه واش من امام هذا؟ هذا الشيء في اخبار كانت قبل هذه يا خديجه. سمعتها؟ نعم. سمعتها يعني ماشي ما كاينش هذا الشيء، شوف هنا أي حاجة كتوقعها. أي حاجة توقعها لدرجة مؤخرا جوج دري، شوف لدرجة الزنزان. جوج دريات جاو هربانين من كرم المارش بالزنزان. ياسين فندق في أنقرة، جوج عرضوا عليهم على أساس يساعدوهم، وما عرضوا عليهم باش يبيعوا ويشريوا فيهم. مور الزنزان. في الزنزان يبيعوا ويشريوا فيهم. تعالي اختي تزوجي، لا ما تخدميش ما تضربيش تمارة، راه كاين الراجل يتزوج بك ويسترك. وهذا الدرية كتقول لهم أنا ما عنديش الباسبور، كتقول لا غتزوجي غير بالإذن. هما الدريات عندهم ديجا إقامة عمل، يعني زواجهم غيكون قانوني. يعني جاتهم فريسه حتى لعندهم. ياه فهاد الزنزال دابا وناجيات من الزنزال تعرضوا عاود تاهما تعرضوا لا خديجه. الا تلاقيتي مع شي مسؤول شنو بغيتي تقولي له؟ انت دوزتي سنين هنايا في تركيا وعارفه الخبايا، باختصار شنو رسالتك للمسؤولين؟ رسالتي للمسؤولين انايا مستعده. شنو الحل في رايك؟ انا مستعده نتلاقى باي مسؤول، نعاود ليه جميع القصص، عندي سميه ديال السمسارات، كاين اللي عندي البطاقه الوطنيه ديالها، كاين اللي عندي الكمريك ديالها، كاين اللي عندي التليفون ديالها، مستعده نواجههم، ما عندي حتى شي مشكل. وما تنخافش، راه ما كنتعرض للتهديدات، راه ما كنتعرض للهجوم، ما كنخاف من حتى شي واحد. برافو لاله خديجه، ويشهد لك تاش قالوا لي حتى الناس هنا. شكرا لك وعلى الدعم اللي كتعاوني بناتنا لاله خديجه. الحمد لله انا دريات كيعرفوني في انقره وخارج انقره، الحمد لله كيعرفوني مؤطرات، كيعرفوني طبيبات، كيعرفوني بزاف. نعم اختي خديجه. لو كان انا مثلا كل اللي كدعى بان انا سمساره وعندي صديقاتي سمسارات وكنغمض عيني، انا طلعت البرنامج بوجه مكشوف. نعم. علاش ما اتصلوش اي شي وحده انا جبتها سمسرت فيها اولا شي صديقتي سمسارات طلع شي وحده وجات شهدات، طلعت بوجه مكشوف. لا حاشا، كاينين شرفاء وتنقولها وكاين الشريفات هنايا، ولكن واحد المجموعه اللي بغينا ننصحو، دابا هذه رساله للاباء، يوقفوا هذا النزيف
لا لا خديجة إذا لا خديجة كتكون عندي ما يثبت مستعدة أنني نظر مع أي مسؤول ونتوفر. نحن كقناة شوف تيفي على الرقم الخاص ديال لا خديجة. لا خديجة كيعرفوا حتى أعضاء ديال القنصلية وأعضاء السفارة، فما عليهم إلا الاتصال باختي خديجة، وخديجة ربما كتقول لك أنا مستعدة نكشف السمسارة اللي هنايا واللي في المغرب. تحية لا خديجة، شكرا لا. شكرا أستاذ حامد. شكرا لا خديجة. اتصال هاتفي آخر. ريبوندي. الو الو السلام عليكم. اختيك حازي التليفون من حداك. الو اختي. السلام عليكم. عليكم السلام، لاباس انا بخير الحمد لله. السير حسين العقاوي البارح انا كنت على مداخله وحيت كانوا البنات تما ما بغيتش نجرحهم، داكشي باش بغيت نقول معلومه اخرى اللي كانت عندي وما قدرتش انني نقولها لك البارح. قولي اللي ما بغيتش انني بزاف الناس ما يمشيوش غالطين فيها. انا ما عنديش علاقه بتركيا، انا مزوجه تركي بصح ومزوجه على حتى شي واحد، يعني ما عندي علاقه بالمصريه، ما عندي علاقه بالدوله، ما كنعرفش شي حد في الدوله باش انني ندافع على شي حد. ولكن اللي بغيت نقول بان هادو المصريه وهادو اللي دابا كيهضروا، كنتمنى انك غير تكون بعدا عندك معلومه تعطيك شي دليل، لانني علمت ما عارفه انه فاش كنت في تركيا واللي شهدت عليه انهم ناس مشاو لعند البوليس باش داروا شكايه بزاف المغربيات اللي تفلاو عليهم اتراك، ومهما هاد المغربيه كتقول بانه هو اللي تفلى عليه. انا ما كندافعش انا شي تركي، انا ما كندافع على حتى شي واحد باش حتى واحد ما يمشي غلط فيا، انا كندافع على بنات بلادي، لان اصلا واخا نطير ونوصل حتى للمريخ كنبقى مغربيه. الا تصابت شي حاجه لاي مغربيه اي بلاصه وصمه عار على مغربيه كتبقى على المغربيات كامله. انا اللي كنعرف انهم مغربيات وجاو على يد السمسارات وخدامين مع السمسارات في تركيا، وجاو وعارفين عند من جايين، وخصوصا كيستهدفوا الحماق كما قلت، كيستهدفوا الناس الكبار، ما نقولوش الحماق ولكن عندهم يعني الناس اللي تيعيشوا اضطرابات نفسيه ما يمكنش يتزوج بتركيا، كيحاول باش يشري وحده مغربيه عن طريق السمسريه. ما دابا مشكله ماشي كيحاول يشريها هنايا، انا راهم هما بزاف ديالهم كما قلت لك كيستغلوا هاد الناس بالتحديد، الناس كبار في العمر وهادو اللي عندهم اضطرابات نفسيه وبزاف، وحتى اللي من اصحاب الاحتياجات الخاصه يعني معاق او ما كيتمشاش او ما كيشوفش او شي حاجه. وشنو كيديروا انهم هما معروفه تركيا بان يعني كما كنقولوا حنا الصداق ديالهم كيعطيوه ذهب. كاين بعض المغربيات بطبيعة الحال، انا من بعضهم اللي مزوجه يعني ما كنعممش، بعض المغربيات اللي خدامين مع هاد السمسارات راهم شدوا داك الذهب وداروا العرس، هادشي راهم جايين بارادتهم، هزوا باليزاتهم بلادهم جاوا بارادتهم وداروا العرس ديالهم في تركيا. انا كنقول لك هادشي يعني حقيقه، واي واحد تجي تتصل دابا وتقول لك هاد الهضره ما كايناش وسقسوا وقلبوا في الاخبار التركيه وتشوفوا داروا العرس. هادشي دابا سارتو الاعلام التركي او سار هاد الموضوع. سمح لي ما سمعتكش. الاعلام التركي كان داش ديجا هضر على هذه الظاهره. الاعلام التركي وانا قلتها لك البارحه، انا الاعلام التركي هضر على هذا الموضوع، الاعلام المغربي قلتها لك البارح، قلت لك انا ما فهمتهاش، اعلام مغربي ما هضرش. الاعلام التركي اللي قلت لك البارح هضر على انهم شدوا هذه المافيا ديال السمسارات وشدوا المافيا ديال اللي كيبيعوا بالتجار بالبشر، انهم لقاو 3000 بنت بينهم مغربيات. انا اليوم ما قدرتش انني ما نحرش البنات اللي كانوا البارح، انهم قلت لك كيجمعوا داك الذهب اللي كيعطيو الاتراك في الاعراس وكيجمعوا الذهب بالصداق وكيجمعوا كل شيء، قال لك كيباتوا ما كيصبحوا. كيباتوا ما كيصبحوا. طاح الصفار على قمار والاتراك دايرين، وهاد المغربيات هما اللي ما عندهمش الحق انهم يمشيو الشقنت، لان اصلا الا مشاو للمطار ولا مشاو لشي حاجه راهم غادي يتشدوا في الحبس، ومنهم اللي راهم ديجا في الحبس، منهم اللي المغربيات اللي ما عارفينهمش عائلتهم فين هما، لان داروا بهم شكايه بان سرقوا لهم وهربوا. هادو بعض المغربيات اللي بصح داروها، والبعض الاخر لانهم جاو ما عجبهمش الحال بغاو يهربوا داروا لهم بانهم سرقوا، يعني ما غاديش نعمو ولا يعلم الغيب الا الله. ولكن انا كنقول لك شنو
كاين دابا وشنو الاعلام صار تيهضر عليه دابا؟ يعني هاد الشيء راه وهاد الشيء راه في فتره كورونا كان هاد الشيء راه كان دار يعني كل في تركيا في فتره كورونا. الا قلبتوا الاخبار تركيا وكنتمنى شي وحده من البنات اللي دابا عايشين في تركيا اللي غيكونوا عارفين بالضبط فين كاين الخبر انهم يتصلوا بك ويعطيوك معلومات اكثر، لان انا ما عنديش معلومات اكثر بحكم انني ما كنهضرش اللغه التركيه، ولكن غير بحكم الترجمه اللي ترجموا لي وبزاف ديال الحاجات، فهمتي؟ نعم. لان انا الى الزوج ديالي تقريبا كله كيتصلوا بي، هي شوف راه مغربيتها شنو داروا شنو داروا شنو داروا، ياك لاباس شنو وقعت لكم نتوما واش راكم هضرتوا، لان صافي اون فوا وقعت لهم تما ودارت لهم كلشي ولا بالنسبه له ان المغربيات كيجيو لتركيا باش يسرقوك الذهب ويديروا ثلاثه فوق ويهربوا. هذه اللي خصنا نهضروا عليها، ما غاديش نقولوا مسؤولين ولا نقولوا، لان اصلا داك المسؤول هي خارجه من البلاد كاذبه عليه. كيفاش بغيتيها خارجه من البلاد على اساس السياحه ولا في المطار كيوقفوها علاش خارجه؟ وقال لك بان تيقولوا لهم لان تيجيو دايرين الحنه تيقولوا لهم ديروا الصباعيات في يديكم باش ما تبانش الحنه باش ما يبانوش عرايصات. انا البارح نفس السيده قالت لك انا جيت بالاخبار الزوج بالاخبار بابا وجيت على اساس خدمه وهي جايه من المغرب محنيه حنه عروسه، يعني راه انك انا غير ما بغيتش باش، لان شحال من وحده عندها شي حسيكه مع شي وحده غتقول لك فلانه 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 سمساره وجاتني وانا ومشوها ومنين ندير، راهم بعض منهم كيكذبوا بعض منهم كيكذبوا بعض منهم هما اللي خرجتني عطينا ولدي بعد منهم هما اللي راهم دايرين الشوهر هما اللي خلاو ان كل طرف اخر اللي باغي يتزوج بمغربيه خايف كيقول انا علاش غنمشي لبلادها مهما شوف شنو دارت هنا، وصافي هي تفلت على تركيا انا تفلى عليها، راه بعض المغربيات هما اللي داروا هاد الشيء، وانا كنتمنى انكم تحققوا في هذا الامر، شوفوا راهم كاينين حقيقه شكايات في هذا الشيء والاعلام التركي هضر عليها، وكنتمنى كنتمنى شي بنت من المغاربه اللي ساكنين تما تعطيكم يعني داك القناه ولا الفيديو ولا شي حاجه اللي حطوا في ديك الوقيته. اذا سبق الاعلام التركي ان ناقش هذا الموضوع وحاولوا باش ان يوقفوا، يحسوا بان كاين هاد العصابات والسلطات تدخلات تركيا، ولكن الغريب في الامر ان كاين سمسار دابا سمسارات في المغرب، دابا خصها السلطات المغربيه تنسق مع الناظره ديالها تركيا باش يوقفوا هاد النازل. المشكلة أن المغرب ما هضرش عليها نهائيا، هادشي راه أنا الغير اللي شدو راه قلت لك شدوهم في كورونا، أما لا شحال هادي هما عندهم هاد المشكل، شحال هادي كيهضرو على هاد السمسارات، والمشكل أن اللي وقع أنهم هضرو أنهم مغربيات، ماشي قالوا من دول أخرى، هضرو على مغربيات في الإعلام التركي. وهضروهم شدوهم في الوسط شدوه كما قلت لك انهم شدوا واحد من غير هادو الزواج مصريه كيجيبوا بنات وكيتاجروا فيهم في الدعاره، شدوا فيهم 3000 بنت هذيك العصابه، عصابه يعني مسلحه، عصابه مسلحه عند 3000 مغربيه ماشي مغربيه، 3000 بنت من بينهم مغربيات. واو لقاو عندهم 3000 بنت شادينهم من بين داك 3000 مغربيات، هادشي يعني ما باش ما نزيدش فيه هادشي اللي قالوا فيهم مغربيات، 3000 بنت من بينهم مغربيات وجنسيات اخرى بطبيعة الحال، يعني جنسيات راك عارف الجنسيات اللي غادي يمشيو تركيا على باش يخدموا باش هذا، الجنسيات اللي غيكونوا اصلا بلادهم قسم من تركيا، فهمتي؟ نعم. وشدوكم 3000 وحده، وكنتمنى بصح ان بناتي يعني دابا اللي كيسمعوني في تركيا انهم راهم متاكدين، انا متاكده انهم زعما يعني في اخبارهم على الشيء ان يزيدوا ياكدوا لك الامر، بس انا ما بغيتش انا يعني ماشي ناخذوهم انهم ضحيه ويكونوا هما براسهم راهم من اصحاب المشكل كاع، هما اللي دايرين المشكل، الضحايا كاينين في جهات الاطراف كاينين في جهات المغاربه ديالنا. شكرا لله، وصلت رسالتك ونخليو حتى الاخوه مازال تيعيطوا مساكن، نشوفوا كما نشوفوا الجديد، فتحيه لك لله ولا نعمم، فتحيه لكل شريفه والشرفاء ديال بناتنا اللي هنايا في تركيا، والعكس صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا رجعت عندك. نعم لله، تفضلي مرحبا. قلبي دار من السنفارات دابا تيكذبوا تيوليو يقول لك لا بنات مغربيه، إما كانت مغربيه كتبقى بنت بلاد تقول ليها مغربيه بنت بلاد ما تبيعوش تشريفوا بنات المغرب،
كما كان ما تتهزمش اخويا شي كيبانوا لي غير الفلوس، اقسم بالله ما كتهزم الناس روح الوطنيه ديال بلادهم، كيبانوا لي غير الفلوس كيبيعوهم التواكل بنات. نعم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. المهم كيفرشوا لك الورد في الطريق وفي كل شيء، ويبقاو عقل على السيد خاصة مليون باش تصور وراك، وخاصها باش دير، وخاصها باش دير، بغات دير نهار في دارهم، وبغات دير وبغات دير، وكتميزي منه وإن فوا كتشدوك الريالات قسما بالله ما كتوصل ديك السيدة حتى درهمية الأخرى، شي درهم ما كتصيفطهاش ليهم في المغرب باش يصيفطو. أنا بعدا راه شدت 3 مليون صيفطات ليا منها 50 ألف ريال، هما البنات اللي كنعرف كاملين كتقول لك ما عطاتناش ما قالتليناش. تباعوك بثلاثة وعطاوك 50 ألف ريال باش تطلعي باش تقدري. أنا راه تنقول راه عطاتني 50 ألف ريال، مي وحدي الآخرين قسما بالله خويا ما وصلهمش درهم، البنات اللي كنعرف. وشو ما دار في الهيبة هاد المرأة والصداق والدهاز والصداق؟ لا والو، شوف خويا شوف كتجيبك قسما بالله خويا شحال هذا يكون شارية في الدجاجة، كتجيبك كدير الفاتحة عندها في دارها وكتقولي هاد السيدة عن طبق من ذهب خودها دير لك ليا ما تبقاش بارطاجي وملي كتولي تخسرني انا حيت كتقول انا راه جايباك غير زعما لله في سبيل الله فهمتي يعني، وكتحاول تدير بزاف د الحوايج تتولي معاياك معاياك، ولكن انفو كطلع طوال المده مثلا واحد شهر ولا شهرين كتولي تهزك وتطلقك صافي. تخيل ما كتبقاش تعتبر انا بلوكاتني، تخيل بلوكاتني مؤخرا. شكون هي؟ هاد اللي السفاره اللي جايباني بلوكاتني جابتك تخلصات سالات. وكي كان الشعور ديالك ملي حسيتي براسك راه باعوك وكنتي تنشوفك من داركم وهكذا بنت تبعتي بثلاثة د المليون، كان الاحساس؟ شعور يا خويا لا يوصف قسما بالله، واش غنقول لك الدم ديال الاسلامي اللي بكيت بكيت وجدرت ندرت. قالت لي غير صاحبتي مجوجه بتركي هي تعرفت عليه غير في الفيسبوك، تعرفت ليا وهي وخضعته وشت ليها انا شي اخرى معايا من المغرب اداي داكشي صيفطوا لها راجلين هنايا لعندها وبقات تعاود هو راجلها. قال لي كيفاش تعرفتي على بنت؟ قال لي انا عرفتها في الفيسبوك وتزوجنا. قال لي وانت؟ قال لي انا راه جات لي واحد السيده وعطيت القد والقد وهي تقول لي البنت تقول لي السيده راه جايبك لله في سبيل الله شحال تهزها من الموراق. ملي سولت قال لي هدات مني الفلوس، قالت لي مليون تاع لوراق ومليون ديال البي وهذا وهذا، وقطعت عقل لي في الاخر ما اشتريت حتى شي حاجه. وانا تقول لي لا انا جايبك ف زعما لله في سبيل الله راه انت صاحبه اختي انا درت فيك خير. عندك الرقم ديالي؟ لقيت الرقم ديالي اللي جابتك. لقيته لقيته ها هو كاين ها هو السعيد. اري لي الرقم قيد اخويا هذا الرقم، بقى معايا في الخط، بقى معايا في الخط. ها انا معاك اخويا. هذه اسم ساره في المغرب ولا هنا؟ هي دابا كاينه هنا ولكن كتصنفو من المغرب، كاين عندها التليفون ما كتخليش. عطيني الرقم تاع اسم ساره، عطيني الرقم ديال هذه. ها هو 90 اها 53 بلاتي بلاتي 53 خذ الرقم بلاتي باش ما تسمعش الرقم. اعطي الرقم اعطي الرقم اعطي الرقم اعطي الرقم. هادشي خطير الدراري، عافاكم كلشي بارطاجي لغايه باش نوقفوا هاد الناس.